يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج لإخراج صدقة الفطر؟ صدقة الاعتكاف ينتهي إذا كان يعتكف العشر، فهو ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، فيخرج بعد الفجر ويخرج صدقة الفطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ولا يوصي أهله أو يتصل عليهم خليهم يطلعونها، إذا كان يخرجها قبل الفجر يوعز إلى أهله ويخرجونها.